هو كعادته يصرخ بين الركام. اشتهرت مقاطعه عبر مواقع التواصل التي تقتصر على الصراخ، حتى ظن البعض أنه مجنون، وآخرون ظنوا أنه يفعل ذلك بداعي جلب المشاهدات، لكنه اليوم تحدث وهذا سبب صراخه. هذه كلمة الآه طلعت يعني من الدمار اللي احنا فيه، ورسائل هذه لازم تصل لكل العالم، انه احنا من البلاد قاعدين في قطاع غزة، ومن البلاد بدات جماعية، يعني كل ما واحد يكون عبي مية نقول آه، يعني الألم اللي سيير فينا والبهدلة والدمار ودورنا اللي راحت، أحلامنا كلها يعني أحلامنا كلها راحت. الشاب عبد الله بربخ من مدينة خان يونس نزح منذ بداية الحرب عدة مرات، وخرج بمقاطع عبر مواقع التواصل يصرخ من هول الدمار، حصدت مقاطعه ملايين المشاهدات. جنود الاحتلال داخل قطاع غزة استخدموا المقاطع الصوتية الخاصة ببربخ ساخرين منه ومن الدمار في القطاع. ولكن العمادة تحت قوم.